السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تحدثنا عن معايير القوة التي نريدها، قوة في العقل، قوة في الجسد، قوة في التعامل، قوة في البصيرة، القوة بمعاييرها المختلفة في واقع إن سلخنا فيه وابتعدنا فيه عن تلك المعايير. علموا أبناءكم أو أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، تلك الكلمات المأسورة تعني أن نربي الجسد وأن نربي العقل. ترى ما دور المدرسة وما نصيبها من هذه المعايير؟ كيف نربي القوة لدى الأبناء كمعايير في المدارس وفي الروضات وفي المجتمع وفي الأسرة؟ كلها دلالات في غاية الأهمية. تأتي الصفة الثانية أحبائي الكرام وهي الأمانة. الأمانة ليست كلمات تقال، وإنما سلوك يمارسه الآباء وسلوك يمارسه المعلم داخل الصف. الأمانة تعني المصداقية واستحقاق الثقة والرقابة الذاتية. الأمانة تعني المبادرة لأداء المهام على وجهها الأكمل. الأمانة أحبائي الكرام من أهم الصفات التي تحدث عنها العلماء سواء في الغرب أو في العالم الإسلامي. الأمانة التي نراها في النموذج الغربي يعلمونها للأبناء، وربما تغيب عندنا في نموذجنا في عالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم لنفسه وجاهل بقيمة تلك الأمانة. الأمانة أحبائي الكرام لها شقين: أمانة معنوية وهي في غاية الأهمية، ليست فقط إن واحد يأتمنك على مال فتحفظ له عليه، بل هي أبعد من ذلك. الأمانة قد تكون معنوية وواضحة، وشعارها: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مساعدة الناس في حل مشاكلهم وقضاياهم أيضا أحد أبعاد حل المشكلات وأحد أبعاد الأمانة التي تحملناها. أحبائي الكرام، الأمانة تحتاج أيضا إلى ضمير يقظ. الضمير اليقظ أمر مهم، غاب وغيب عن تعليمنا وعن مناهجنا بشكل أو بآخر. نحتاج إلى أن نستعيد الضمير، ضمير الأمة وضمير المجتمع وضمير الأسرة، الضمير الذي يجعل أبناء المجتمع على قلب رجل واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا أحبائي الكرام، أحد معايير الأمانة الجيدة هو الإتقان. إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان الذي غاب، إتقان أحبائي، بص للشوارع وبص للمشهد وانظر إلى الساحة العامة في كل أبعاد المجتمع والأمة. أي تكاسل، أي عدم اهتمام، غياب النظافة، غياب كذا، أمور كثيرة جدا في بيئة العمل. نريد أن نتحدث عن الإتقان بمعناه الحقيقي. الجودة في صميمها وفي معيارها هي مؤشر البعد الذي يجب أن نربي عليه ويجب أن نربى عليه أيضا. أحبائي الكرام، من معايير الأمانة أيضا التي يجب أن تكون موجودة عدم الاستغلال. من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه المسألة للأسف عندما تسود الرشوة وعندما تسود المجاملات وعندما لا يوضع الإنسان المناسب في الوقت المناسب، هذا أمر مرفوض. من معايير الأمانة الأخيرة والمهمة أن نستعمل الأصلح. هذه المسألة موضوع مهم جدا، يعني تختار أهل الكفاءة، الناس المتميزين، تختار هؤلاء. وبالتالي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نحن نحتاج أحبائي الكرام إلى مثل هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله، أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. الأمانة تتسرب وتنفلت إذا ما ميزنا أناس على أناس على حساب المصلحة العامة وعلى حساب مصلحة الوطن ومصلحة الأمة. الأمانة تحتاج أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ونحن نتحدث سويا عن فن تربية وصناعة القادة، فلا يجب أن نتخلى عن الضمير، ولا يجب أن نتخلى عن الأمانة، ولا يجب أبدا أن نتخلى عن معيار القوة.
إذا ما أردنا أن نستعيد حضارتنا وإذا ما أردنا أن نستعيد هويتنا نلتقي على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.